أقدم السيد وزير الري، أحب في البداية أن أذكر الملامح الأساسية للتقرير الصادر عن وزارة الصحة الساعة 2 بعد ظهر اليوم، والذي أشار إلى تسجيل 64 حالة جديدة من مرض الكورونا، وده بيعني أنه في 26 حالة أقل من حالات التي سجلت في التقرير السابق قبل 24 ساعة، يعني انخفض العدد إلى 74 من 100. فيها 4 حالات وفيات، وفيها 10 حالات شفاء جديدة. ولاية الخرطوم كما هي العادة سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة، 60 حالة. تلتها ولاية القضارف 4 حالات، ولاية سنار 4 حالات، ثم ولاية الجزيرة 3 حالات، ثم الولاية الشمالية حالتين، وولاية النيل الأبيض حالة واحدة. وبذا يصبح العدد الكلي للمصابين بمرض بفيروس الكورونا منذ إعلان المرض أو منذ بداية المرض في السودان 852 حالة، منها 49 حالة وفاة و80 حالة شفاء. وده أيضا بيؤكد أنه انخفضت حالات الوفاة بنسبة كبيرة، وأيضا ازدادت حالات الشفاء بنسبة كبيرة. ده بيجعلنا يعني نشدد على المواطنين أن يتمسكوا بالإجراءات التي طلبت وزارة الصحة تطبيقها، التباعد الاجتماعي، الابتعاد عن التجمعات، لأنه يعني أصبحت أمامنا فترة قصيرة ونخرج من هذا المأزق، وهذا يتطلب أن نتشدد في تطبيق الإجراءات. التحسن الذي حدث في تطبيق الإجراءات لا نقول أنه انعكس تحسنا في الأعداد، ولكن على الأقل هناك مؤشرات إيجابية لابد أن نعود عليها بالنواجذ، ولابد أن نتمسك بتطبيق صارم للإجراءات التي طلبتها وزارة الصحة حتى نخرج من هذا المأزق. أقدم الآن السيد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، والذي سيقوم بتقديم تقرير عن الموسم الزراعي وعن عمليات الري في الموسم الزراعي الصيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحيي المشاهدين الكرام داخل السودان وخارج السودان، ونقول لهم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير. ورمضان هذا العام يأتي في ظروف خاصة تحت جائحة الكورونا، نسأل الله أن يزيل هذا الوباء. نحن في وزارة الري والموارد المائية رغم ظروف الحصر، لكن نعمل باجتهاد في الاستعداد للموسم الصيفي القادم، وذلك نسبة لأن ظروف عمل وزارة الري هو محكوم بمواقيت محددة جدا، بمعنى يتم تجفيف الغنوات اعتبارا من يوم 1/4 إلى يوم 25/5 لكي تتم صيانة الأبواب والغنوات والطرمبات استعدادا لموسم صيفي نأمل أن يكون بقدر النجاح الذي كان به الموسم الشتوي السابق. وكلنا نعلم النجاح الغير مسبوق في إنتاجية القمح بمشروع الجزيرة خلال الموسم الشتوي السابق بإنتاجية تصل أو تفوق 15 جوال في الفدان. نعمل بكل اجتهاد في المشاريع القومية الأربعة اللي هي مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشروع حلفة الجديدة ومشروع السوكي، بالإضافة إلى المشروعات الري الفيدي في القاش وطوكر. وتحضيراتنا على قدم وساق لزراعة 800 ألف فدان في الجزيرة، مشروع الجزيرة، و200 ألف فدان في مشروع الرهد، و200 ألف فدان أيضا في مشروع حلفة الجديدة، وحوالي 70 ألف فدان في السوكي. وتزيد المساحات في طوكر والقاش بناء على حجم الفيضان المتوقع. بدأنا استعداداتنا للموسم الصيفي بزيارات حقلية للجزيرة والسوكي وحلفة والرهط، وأيضا الأسبوع القادم هنالك زيارة إلى دلتا طوكر. هذه الزيارات لتلمس المشاكل على أرض الواقع وبالتالي إيجاد الحلول لها،
وتتمثل في تحسين بيئة العمل. وفرنا حوالي 30 عربة لمهندسي الغيط في مشروع الجزيرة والرهط، وأيضا عملنا على تحسين أو تجويد التشريعات. لأول مرة تم إنشاء نيابة للري في كل من ود مدني و24 الغرشي وأبو عشر، وذلك للتعامل مع الاعتداءات التي تتم على منشآت الري. كما نعلم هنالك خروقات واعتداءات كثيرة كانت تتم في السابق من قبل المواطنين أو من قبل المزارعين. لذلك هذا في هذه العروة أو هذه لأول مرة أنشأنا 3 نيابات كما قلت، في مدني وفي أبو عشر وفي الغرشي، لكي تتعامل مع هذه الخروقات بالسرعة المطلوبة. أحب أن أطمئن أن الاستعدادات رغم جائحة الكورونا ورغم الحصر هي مطمئنة في كل المساحات ما عدا مشروع الجنيد الزراعي مساحة 10,000 فدان. ربما لن نتمكن من ري هذه المساحة نسبة للأعطال الكبيرة في الطرمبات والتأخير الذي تم في إحلال هذه الطرمبات نتيجة أيضا لوباء الكورونا. كان يجب أن يتم إحلالها في 1/7 وتم تأجيله إلى 1 نوفمبر. أنا أستغل هذه السانحة إنه أشكر وزارة المالية في إن وفرت ميزانية التشغيل والصيانة يعني 70% منها، والآن 538 مليون جنيه في حساب السيد وكيل وزارة الري. وأنا داير أقول إنه نحن في وزارة الري أو في السودان مطمئنين تماما أو متفائلين في إننا يمكن أن نعتمد على أنفسنا في الأمن الغذائي، سواء كان في الموسم الصيفي محاصيل الموسم الصيفي الذرة الفول السوداني وعباد الشمس، أو محاصيل الموسم الشتوي اللي هي محاصيل القمح تحديدا. وأنا لا أزيع سرا أن أقول أن نحن في وزارة الري على استعداد لمضاعفة أو لزيادة مساحة العروة الشتوية القادمة بما يقارب 50%، بمعنى أن المساحة التأشيرية كانت 400,000 فدان قمح، نحن على استعداد لكي تصل إلى 600,000 فدان قمح من ناحية توفير مياه الري. طبعا هنالك أيضا المدخلات الأخرى من تقاوي وأسمدة ومبيدات. أيضا تسير تحضيراتنا في مجال حصاد المياه ومجال مياه الشرب أيضا على قدم وساق، لكن ليس بالمستوى المطلوب، وتأخرت عندنا بعض الإنجازات في مشروعات حصاد المياه إذا كانت حفائر أو آبار أو سدود صغيرة، بالتحديد نسبة لمشاكل الوقود بالذات في المناطق النائية في شمال دارفور أو في صبوط. أنا أختم وأقول إننا نحيي أو نشيد بجيشنا الأبيض في كل مواقع السودان المختلفة. وزارة الري تنتشر في كل ولايات السودان 18، ونجد كل التعاون معهم وبهم، وكلنا يمكن أن نعبر هذه الجائحة وإن شاء الله نحو سودان مزدهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.